بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك صديقي العزيز كابتن حسين عموت المدير الفني الجديد للجزيره الاماراتي. طلع اتكلم في النقطه جدليه شويه بالنسبه للفرق الكبرى، وهي فريق بيدور على ان هو ياخد بطوله وفي نفس الوقت مطالب من المدرب ان هو يدمج العناصر الشابه داخل المنظومه بتاعه الفريق، ودي بصراحه نقطه جدليه كبيره جدا بالنسبه لكل المدربين وكل الادارات لاغلب الانديه اللي بتنافس على البطوله. تلاقي النادي بينافس على البطوله بيعتمد على اللاعب الجاهز، طب بالنسبه لقطاع الناشئين اللي عندك دي لا معلش انا مش محتاجها ليه عشان خاطر مش هيكونوا مفيدين في المرحله بتاعتنا. عموته بقى طلع اتكلم على الموضوع ده، قال لك من الصعوبه ان تبحث عن حظ الالقاب وتمنح الفرصه للعناصر الشابه، لكن من حاوم الفرصه ينبغي ان يكون محسوبا وبحيث لا يتحملون مسؤوليه اكبر من اللازم. المدرب الذكي هو من يستطيع ادماج العناصر الشابه بالفريق بشكل ايجابي، كان يتم الزج بينهم في مباراه حسم اللي هو يعني بيتم استخدامهم في مباراه حسم فيها الانتصار وبحيث ان انا احملهم مسؤوليه النتائج. هتقول يا صاحب معلش ما احنا بنشوف لعيبه زي لامين يامال لمؤاخذه يعني الراجل بطل اوروبا مع منتخب الاسباني والراجل كسر الدنيا مع منتخب اسبانيا. هقول لك تمام يا صاحبي، ولكن معلش هو لامين يامال خد فرصه بناء عليه؟ بناء على برشلونه كان عنده مشاكل ماديه، هل برشلونه راح جاب جناح يمين زي برناردو سيلفا لعيب زي لامين يامال كان هيلعب؟ لا، فبرشلونه عطت فرصه للعيب شاب زي لامين يامال عشان خاطر الوضع الاقتصادي كان سيء. انا بالنسبه لهنا الجزيره الاماراتي الوضع هيكون مختلف تماما، اللعيبه الجاهزه هي اللي هتلعب والاداره هتكون رايحه للعيب الاجنبي. عمود قال لك ان احنا مضطرين ان احنا نجتهد في ايجاد التوليفه المناسبه للفريق والتي من خلالها سنعتمد على الخبره لسبب بسيط ان الفريق بحاجه للانتصارات للمضي قدوه نحو منصات التتويج، اللي هو من الاخر كده انا هلعب لعيبه شباب بس هلعبهم والفرقه كسبانه وفي نهايه المباريات اللي احنا بنكون مخلصينها، انما في الوضع العادي انا هلعب لعيبه خبرات عشان احنا عايزين نكسب، وده طموحات الفريق ان احنا نرجع للانتصارات والوصول لمنصات التتويج. من حق الجمهور ان هو يغضب، لكنه يجب ان يثق بالامكانيات المسخره ونحن لن نبخل في بذل المجهود مبدئيا مع اللاعبين لتحقيق النتائج المفرحه. نطالب الجمهور بالمسانده اللامشروطه وكلنا طموحون للعوده الى ذكر الانتصارات والالقاب بحيث نصعد بفريق جزراوي يشرف الكره الاماراتيه. حلو جدا موضوع ان الجمهور لازم يديك دعم غير مشروط، ودي حاجه بيطلبها بعض المدربين، ولكن علشان تنجح فيها لازم تكون عندك نتائج ايجابيه عشان خاطر الجمهور يتم اجباره على السكوت، ودي واحده من الحاجات الصعبه جدا في عالم التدريب. هتقول لي يا صاحبي كلام عموده عميق والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه عميق والناس كلها بتسال هو ليه عموده ساب الاردن؟ يعني شوف احنا بدانا نتكلم على تصريحات راجل مع الجزيره الاماراتي والناس بتسال سؤال ثالث خالص، ولكن في كل الاحوال بالتوفيق لعموده. النقطه اللي هو اتكلم فيها دي نقطه جدليه، لان دايما بتلاقي مدربين اجانب بيكونوا ناجحين يقول لك اصل هو ظالم الشباب. يا حبيبي الراجل ده جاي عشان خاطر يعمل 1 2 3 4، 1 2 3 4 دي للاسف الشباب هيكونوا عبء عليه فيها، فقصة ان انا العب بالشباب الفتره دي الموضوع هيكون صعب جدا والموضوع مش هيكون مفيد بالنسبه للفريق. يا نلعب بالشباب وننسى موضوع التتويج بالبطولات، يا نلعب بالخبرات وندور على تتويج بالبطولات وندي للشباب فرصه والماتشات خلصانه زي ما عموته ما قالك كده بالظبط. هتقولي بس في مدربين ما بيدوش للشباب فرصه خالص، هقول لك برضو المدربين دول اكيد عارفين ان هم لو ما حققوش نتائج هيتنطروا، وهو ده الفرق ما بين الفريق اللي بيدور على بطوله والفريق اللي عنده رفاهيه منتصف الجدول انك تجرب زي ما انت عايز، وهو ده قدر المدربين اللي بيدربوا الفرق الكبرى، ان انت مفروض ان انت تخرج شباب وتلعب شباب في الفريق الاول وفي نفس الوقت تقدر تكسب وفي نفس الوقت تنهي في مركز متقدم ويا سلام لو خدت الدوري. الموضوع بيكون صعب، ولكن الاكيد ان عموته اداه وقدود، وبالتوفيق لعموته السنه الجايه. الجزيره الاماراتي نهى الدوري السنه اللي فاتت في المركز الثامن، بالتوفيق للجزيره الاماراتي في الدوري السنه الجايه تحت قياده المدرب المغربي الكبير.